السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كار. نحكي لكم على جديد واخبار وميركاتو شباب القبائل اللي لازم تتحرك فيه شباب القبائل، نظرا لي ربما ما نقولوش ضيق الوقت، ولكن حتى ما يديوناش اللاعبين تاعنا اللي حاطين عليهم وحابين ريكريتيهم في هذا الميركاتو. دوك نعطيكم بعض اخبار اللاعبين اللي حاطين عليهم شباب القبائل واللي قادر ربما رسميا راح يكونوا في شباب القبائل. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. نبداو باول واحد اللي هو في الصوره امامكم، هداف نجم بن اكنون المهاجم ياسر انس بو عبد الله يتلقى اتصالا رسميا من شباب القبائل ومولوديه الجزائر. تما راهو تنافس بين شباب القبائل ومولوديه الجزائر. دوك نشوفوا زافور ماذا يفعل في هذه الصفقه. وشت بعض لي كومونتير، انا شخصيا ما نعرفش اللاعب هذا، ولكن شت بعض لي كومونتير كاين اللي عجب هذا المهاجم. نتمنى التوفيق وجي القضيه تاعو سهله ان شاء الله. بما ان بوهكاك يقال انه خالد بوهكاك جديد شباب قسنطينه، هو قالك تقريبا راهو فراها مع سياسي شباب قسنطينه، وقالك بلي خالد بوهكاك هو الذي سينضم اول انضمام لشباب قسنطينه. خالد بوهكاك هذه فيه اخبار متداوله انه فراها صح، وتقريبا الميركاتو الشتوي تاع الاول، واسم بوهكاك مرتبط بفريق شباب قسنطينه. انا نظن باللي اللاعب لما شاف باللي الاداره قالت تصل بي بالعمري اللي قال لك راهو 90% سيمضي يوم السبت ان شاء الله، فيه اخبار تقول باللي السبت سيمضي بالعمري، ونتمنى ذلك. معناها الاداره وجب ان تتخلص من مدافع محوري، وهو الحال كما قيل على بوهكاك في شباب قسنطينه، وجب عليهم يجيبوا بالعمري. نتمنى انه كل ما اختير من شبيبه القبائل يسهل في امور الميركاتو ان شاء الله يا رب العالمين. وكما قيل بانه حارس مرمى ومدافع محوري سيتم التوقيع لهما في الايام القليله الجايه ان شاء الله. حال الحارس المتالق مع فريق اتحاد بسكره وابدي في اتصالات متقدمه مع فريق شبيبه القبائل. واش رايكم في صفقات ثلاثه اللي اعطيتها لكم الان، منهم هذا الحارس وابدي؟ انا نظن بلي ثانيه شفت لي كومونتير الكل قال لك راهو حارس ممتاز، وان شاء الله يفيد شبيبه القبائل ان كانت الصفقات تدرس على او هي على خطى ثابته. نتمنى التوفيق في ميركاتو شبيبه القبائل. وبه ما نطولش عليكم، في اخبار باللي بوخنشوش قال لك سيرونوف لي كونطرا ان شاء الله ويزيد عام مع شباب القبائل. نتمنى الاستفاده من خبره هذا اللاعب، الكثير من الخبره. نتمنى انه الشبيبه تعاود ترونوف لي كونطرا على الاقل بعام لهذا اللاعب. هذه بعض الاخبار على شباب القبائل وجديد شباب القبائل. نتمنى انه الفيديو عجبكم، ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق وشاركوا في صفقات شباب القبائل. مع فيديو جديد، سلام.